ورجعنا لكم مرة أخرى مشاهدينا، مستمرين وياكم بفقراتنا، ورح نروح لمحور حلقتنا الرئيسي لهذا اليوم. شفنا مؤخرا بالشوارع بشكل ملحوظ تواجد كاميرات السرعة اللي هي رادارات حتى تحسم موضوع السرعة اللي شفنا مؤخرا. يمكن كثير من المشاكل صارت بسبب حالات الوفيات والحوادث الكارثية اللي كان هذا الموضوع هو يمكن محور جدا مهم أنه نناقشه اليوم، بالذات مؤخرا شفنا أنه مديرية المرور العامة دشنت هذه الرادارات والكاميرات الذكية حتى تراقب الشوارع والتقاطعات والطرق السريعة وتقريبا أغلب الشوارع الرئيسية في بغداد والمحافظات. وحتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا الآن العميد الدكتور زياد القيسي، متحدث باسم المديرية العامة للمرور. يسعد مساءك سيادة العميد، وأهلا وسهلا بك ويانا. مساء الخير عليكم وعلى جميع مستمعيكم الكرام، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا سياده العميد. يعني في البدايه حابين نسالك عن الطرق والتقاطعات اللي تم شملها بتفعيل الرادارات والكاميرات الذكيه تحديدا داخل بغداد. شكرا جزيلا. خمس تقاطعات وثلاث خطوط سريعه ستباشر العمل بفرض الغرامه على المخالفين لقانون المرور رقم 8 لسنه 2019. هذه التقاطعات في جانب الرصافة، وهي تقاطع المثنى أو ما يعرف تقاطع ملعب الشعب، تقاطع شارع الرضيعي، تقاطع زيونة يسمى، أو تقاطع الأزياء وتقاطع الأزياء عفوا، وتقاطع حماة وتقاطع مول النخيل. خمس تقاطعات. أما الخطوط السريعة فهو طريق محمد القاسم السريع وطريق الدورة الجديد الذي افتتح مؤخرا باتجاه اليوسفية، ومن أعلى سريع اليوسفية باتجاه محافظة بابل باتجاه محافظة البصرة. يوم غدا إن شاء الله 15/3 يوم الجمعة ستباشر مديرية المرور بفرض الغرامات إلكترونيا على المخالفين بقانون المرور. نعم. طيب.